وانا الطير المسافر. انا وكل يوم كل يوم في مكان. انا الطير المسافر. انا وكل يوم كل يوم في مكان. انا يا رحلة ملهاش اخر، يا رحلة ملهاش اخر. اهدي فين يا زمان، اهدي فين يا زمان، اهدي فين يا زمان، اهدي فين يا زمان. انا وانا الطير المسافر وكل يوم في مكان. يا رحلة ملهاش آخر، أهدي فين يا زمان. وأنا الطير المسافر وكل يوم في مكان. يا رحلة ملهاش آخر، أهدي فين يا زمان. أضحك وقلبي حزين وأغني للعاشقين، وأهدي الفرح والهنا. أنا وأنا المعذب. أنا وأهدي الفرح والهنا. أنا وأنا المعذب. أنا لا تسألوا مين أنا، مين أنا. أنا الطير المسافر. أستاذ هاني، الفرص العظيمة اللي تديها لكل النجوم في أفلامك، أقل واحدة استفادت منها هي زوجتك منى. معرفش ليه، يعني عن قصد ولا إيه؟ أرد يعني؟ طبعاً أكيد هترد. طبعاً ما هوش عن قصد إطلاقاً. يوم ما بيتواجد الدور المناسب لمنى جبر كفنانة، على طول بأسند الدور ليها، لأن أنا مش بتعامل، أنا مش هشغل منى جبر في أفلامي أو في مسلسلاتي بصفتها مراتي. أنا هشغل منى جبر بصفتها فنانة، بصفتها ممثلة جيدة وليها أدوارها اللي هي ممكن تجيد فيها. لما يتواجد الدور المناسب مثلا في المسلسل التلفزيوني باقي من الزمن ساعة، مظبوط الاسم، فورا رشحتها وديتها الدور. اي دور مناسب لمنى موجود في فيلم انا بخرجه، مش هتردد في ان انا اعرض عليها الدور بصفتها منى جبر الممثله. مراتي دي في البيت، لكن في الاستوديو وفي الشغل هي الممثله. انا موافق طبعا على كل الكلام اللي قالته. السؤال الاخير لسميه الالف، برضه حضرتك هتجاوبوني بدقه وبصراحه.